لا يوجد الآن يا سادة يا كرام ما يسمى بدولار جمركي. تحس ان احنا بنعمل افتتاحية كده لكتاب فلسفي من القرن الـ14. اه والله. طيب يعني ايه؟ يعني احنا كنا زمان بنسمع ان في حاجة اسمها الدولار الجمركي. يعني مثلا ممكن يبقى الدولار العادي هنفترض بـ19 جنيه مثلا، يعني فيقول لك لا الدولار الجمركي مثلا هيبقى بـ18.5 او هيبقى اغلى، هيبقى بـ19.10 قروش. دلوقتي لا، خلاص الوضع اختلف. ازاي نفهم؟ معانا على التليفون استاذ محمد ابراهيم سعيد، مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. يعني ايه نقدر، او بالادق هل اقدر اقول من النهارده ما فيش حاجه اسمها الدولار الجمركي لانه هيبقى التداول او تسعيره زي اسعار البنك المركزي زي ما هي؟ بالظبط يا فندم، احنا بناكد لحضراتكم وللساده المشاهدين ان البيان اللي صدر النهارده من وزاره الماليه اكد انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي حاليا، لان مفيش ما يتم تداوله حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك او غيره. كل ما هو بيتم تداوله من ارتفاع او انخفاض لقيمه الدولار الجمركي هذا كلام عاري تماما من الصحه وغير دقيق وغير صحيح. الدولار الجمركي هو نفس سعر الدولار المعلن من البنك المركزي، وبيتم تعديله طبقا للاسعار المعلنه يوميا من البنك المركزي دون اي تغيير او تعديل. فاحنا بناكد وبناكد للساده المشاهدين وكل المتعاملين مع المصلحه ان الدولار الجمركي هو ذاته هو نفس السعر المعلن من البنك المركزي ولا يوجد اي تغيير تماما. عظيم جدا. تأثير ده على الواردات وعلى المستوردين ايه يا فندم؟ تأثيره ده دائما هو إيجابي، لأن في كل الأحوال عندما نرتبط بالأسعار المعلنة هو سعر موجود ومعلن للكفة، ليس له أي تأثير إلا التأثير الإيجابي بشكل واضح عشان ما نخلقش أي نوع من الزعزعة للأسواق وحركة التداول والتجارة الدولية. إحنا مرتبطين بالأسعار المعلنة، مفيش في أي تغيير بيحصل، ده بيكون بيدي لحركة التعامل شفافية ووضوح، ما بيحصلش أي تداخلات أو تداول إشاعات لارتفاع أو انخفاض هذا الدولار. الدولار هو السعر الموجود حاليا، هو ده اللي الناس كلها عارفاه يوميا، مفيش في أي تغيير أو تعديل، وبناء عليه لا يوجد أي تأثير سلبي أو معاكس لحركة التجارة. اللي موجود حاليا هو السعر المعلن من البنك المركزي ولا تغيير فيه. يعني مفيش كلام من نوعية اللي بيتقال مثلا وزارة المالية تعلن رفع الدولار الجمركي أو خفض الدولار الجمركي أو أنه مصلحة الجمارك تعلن الرفع أو تعلن الخفض، مفيش كلام من هذا كلام عاري تماما من الصحة، وإحنا بنأكد أن السعر المعلن هو السعر المعلن من البنك المركزي ولا تغيير. عظيم جدا، انا بشكرك جدا استاذ محمد ابراهيم سعيد مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك المصريه. كل اللي انت قريته قبل كده على فيسبوك وتويتر وانستجرام وبطيخ وبلا ازرق ايه؟ مفيش حاجه اسمها المصلحه رفعت سعر الدولار الجمركي، مفيش حاجه اسمها وزاره الماليه رفعت سعر الدولار الجمركي، مفيش حاجه اسمها خفضت سعر الدولار الجمركي. الدولار دولار، البنك المركزي بيقول كذا يبقى كذا، زاد يبقى زاد، استقر يبقى استقر، قل وان شاء الله يبقى قل، ده بمنتهى البساطة. طيب